النهاردة أنا قررت أعمل لكم حاجة حلويات ولاد، أحسن حاجة وأسهل حاجة اللي الناس كلها بتحبها، البراونيز. البراونيز طبعا في ناس بتحبها بآيس كريم، في ناس بتحبها من غير آيس كريم. طريقتها سهلة وسريعة ومكوناتها كلها بسيطة ومش تاخد مننا وقت كتير. تعالوا معنا نشوف المكونات بسرعة. عندنا عين جمل، عندنا سكر، عندنا زبدة، عندنا دقيق، عندنا شوكليت، عندنا بيض، بيكنج باودر، وفانيليا. دلوقتي بقى بالنسبة مثلا للصينية نفس المقاس دي، فاحنا هتكون المقادير بتاعتها ممكن تكتبوها ورايا. عندكم 10 بيضات، 600 جرام شوكليت، 400 جرام زبدة اللي هو كيلو، الميكس بتاعهم كيلو. عندنا الطحين 120 جرام، عندنا السكر 200 جرام، عندنا عين جمل يعني حسب ما انتوا عايزين ممكن 150 جرام 100 جرام مش مشكلة. البيكنج باودر هنحط مثلا نص معلقة صغيرة لان احنا مش محتاجينها ان هي تعلى، والفانيليا. تمام، دلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل الميكس بتاعنا. اول حاجة هنجيب بولة فاضية، تاني حاجة هنحط مية على النار تسخن. البولة دي هنحط فيها الزبدة وهنحط فيها الشوكولاتة، ودلوقتي هنحطها على النار الاول عشان تسيح، وبعدين هرجع لكم تاني واحنا بنعمل الميكس. دلوقتي احنا بنسيح الشوكولاته مع الزبده في حمام طبعا ميه زي ما انتم شايفين، حمام ميه سخنه. دلوقتي انا اقدر ان انا احط السكر بتاعي مفيش اي مشكله، واخليها على النار لحد ما كلها تسيح، الشوكليت مع الزبده مع السكر، وبعدين هوريكم هنعملوها ازاي. رجعنا لكم تاني دلوقتي، احنا سيحنا الشوكولاته زي ما انتم شايفين. تمام، بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا زي ما انتم شايفين، نجيب حتة زبدة صغيرة، ندهن القاعدة والحروف بتاعتها كلها بالكامل الزبدة. ليه طبعا انا بعمل كده؟ عشان دلوقتي هرش عليها رشة دقيق خفيفة عشان الكيك بتاعي ما يمسكش فيها. بحط شوية دقيق في النص كده، هعمل كده الجناب كلها، بمشي الدقيق فيها. طبعا الدقيق بيمسك مع الزبدة زي ما انتم شايفين كده، طريقة بسيطة سهلة بس. وبقية الدقيق طبعا بتاعي برجعه تاني مش عايزه، تبقى كده كلها فيها دقيق من الجناب ومن او لو عندك صينية عادية برضه مش لازم ان هي تتفك، دي عادي يمشي الموضوع مرة. تمام، دلوقتي هنيجي للبيض بتاعنا. طبعا هنكسر بيضه بيضه، كل بيضه لوحدها نضرب، نبتدي نضرب البيضه. البيضه الاولانيه اتخفقت، اروح مكسر البيضه الثانيه. طبعا مش هينفع ان انا احط البيض كله مره واحده لان انتوا بتشوفوها دلوقتي بتتماسك معايا شويه بشويه. تمام، كسر البيضه الثالثه، اخر بيضه معانا كده. حطينا 10 بيضات، ابتدي ان انا اقلب. بس دلوقتي هنجيب عندنا اي مصفى زي دي، هبتدي ان انا احط فيها الدقيق طبعا زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا احط فيها نص معلقه بيكنج باودر ميكس مع الدقيق. تمام، ورشه صغيره فانيليا. تمام، فانيليا بس عشان زفارة البيض او ريحة بتاعت البيض. تمام، وببتدي ان انا ادخلهم شوية بشوية كده واقلب، ببتدي ان انا ادخل شوية بشوية واقلب لحد ما تخلص كمية الدقيق اللي عندي. تاخد طبعا الدقيق اللي على الجناب كله ده مركزه معايا. تمام كده كل العجينة اتمركزت معايا اهي. دلوقتي بحط اخر حاجة عين الجمل زي ما انتم شايفين، وبخلطها برضو. طبعا شايفين القوام بتاعها لازم يبقى تكنس دي. بعد كده بجيب الصينية اللي انا بقرب دي وبحط فيها الخليط بتاعي كله. طبعا لو الخليط لقيتوه ان هو عالي، نسبته عالية قوي، ممكن تكتفوا بنص الصينية بس مفيش اي مشكلة، بس انا عايز اعملها عالية فانا احط المكونات بتاعتي كلها. تمام،
ودلوقتي طبعا خلصت معانا البراونيز، هنحطها في الفرن على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. هوريها لكم وهي بتستوي في الفرن، وهرجع لكم هقول لكم ازاي تشوفوها استوت ولا لا. البراوني خلصت، الف هنا وشفا، جربوها ولو عجبتك حط لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة. الف هنا.